الانتخابات التشريعية التركية هي امتحان عسير لحزب العدالة والتنمية الحاكم ولرئيس البلاد رجب طيب إردوغان. ويسعى إردوغان إلى تعزيز سلطات رئيس الدولة التنفيذية، ويطمح إلى أغلبية ساحقة تمكن حزبه من الحكم منفردا مجددا والحصول على أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان لتمرير مشروع تعديل الدستور. قاد هذا الحزب الذي يحكم تركيا منذ عام 2002 حملة انتخابية شرسة للمراهنة على أصوات الناخبين، في وقت تمر به تركيا بأزمة اقتصادية تمس بالنموذج التركي الاقتصادي. وعلى الرغم من صدارة الحزب في استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، إلا أن المراقبين يشددون على الدور الذي يمكن أن تلعبه القوى السياسية الصاعدة إلى جانب المعارضة الكمالية والقومية. على رأس القوى الجديدة الصاعدة في تركيا حزب الشعوب الديمقراطي، وهو حزب ينتمي ليسار الوسط ويوصف بأنه مدعوم من أكراد تركيا، حيث بإمكانه تغيير المعادلة السياسية في البلاد. مسألة التحالفات بين الأحزاب التركية لتشكيل الحكومة المقبلة مطروحة في ظل تقديرات بإخفاق محتمل لحزب العدالة والتنمية في الحصول على أغلبية مريحة، خاصة بعد نجاح حزب الشعوب الديمقراطي في استقطاب الناخبين من الأقليات المختلفة عبر كامل التراب التركي، حيث يشير المراقبون إلى أن حصوله على مقاعد إضافية سيكون على حساب حزب العدالة والتنمية. هذا الخطر يبدو أن الرئيس رجب طيب إردوغان شعر به مبكرا، ولهذا دخل بقوة في الحملة الانتخابية إلى جانب رئيس الحكومة ورئيس الحزب أحمد داود أوغلو، وذلك بالرغم من أن القانون التركي يوجب على رئيس الجمهورية الحيادة في الحملة الانتخابية. وكان زعماء كل من حزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري قد أكدا خلال الحملة الانتخابية استبعاد التحالف مع حزب العدالة والتنمية نظرا للخلافات بينهما حول كثير من السياسات. وتبقى آخر الإمكانيات أمام حزب العدالة والتنمية هو التحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي المدعوم من أكراد تركيا، حيث يمكن من خلاله تمرير مشروع التعديل الدستوري وتعزيز سلطات رئيس الجمهورية، أو ربما التحالف مع الوطنيين في حزب الحركة القومية. ويبقى السؤال مطروحا ما إن كان هذا التحالف يمكن أن يتم التوصل إليه مع أي من تلك الأحزاب، أو أن يصمد في ظل التعقيدات والمصالح المتباعدة بين الأحزاب والتيارات السياسية في تركيا.